شخصية لها أصل تاريخي اتهم بالخيانة وتم حبسه في برج ضخم مع ولدين وحفيدين. كان موضوع لكتير من الأعمال الفنية سواء اللوحات أو قطع النحت للرعب اللي حصل لهم، ولأنه كمان حصل حكايات حوالين أولاده وأحفاده قالوا له ممكن تاكلنا بعد ما نموت عشان تستمر انت. لكن المؤرخين بيقولوا ان مفيش دليل على انه مسألة الاكل دي حصلت، وانه حتى لما اتكلم عنه دانتي عمل بيت شعر غامض كده ما بيوضحش هل يعني انه شايف انه فعلا كان اولاده واحفاده ولا لا. القطعه دي لجون باتيست كاربو، ده واحد من النحاتين المهمين جدا، زي الفزع والإعياء وربما الموت.